يقول أختي أثناء طوافها للعمرة نزل منها إفرازات، وكان وقت صلاة المغرب فتوضأت ولم تستنجئ وأكملت العمرة، هل فعلها صحيح؟ إذا كان الإنسان بعد قضاء الحاجة قد استجمر ونشف المخرج بحجارة أو بمناديل خشنة ونشف المخرج، فالاستجمار يكفي عن الاستنجاء، ووضوءه صحيح إن شاء الله. أما إذا كان لم يستجمر وباقي أثر الخارج عليه فإن وضوءه غير صحيح، يجب عليه أن يستنجي وأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة التي صلاها أو الطواف الذي طافه للعمرة، يعيد السعي ويعيد التقصير، يعني لأنه طاف طوافا غير صحيح والعمرة مبنية على الطواف، هو الأول من أفعالها. فالحاصل أنه إن كان أنه منشف من المخرج بشيء ينشفه من أثر الخارج وهو الاستجمار يكفي هذا، أما إذا كان الأثر باقيا والنجاسة باقية فعبادته غير صحيحة، عليه أن يستجمر أو يستنجي ويتوضأ ويعيد العبادة الصلاة أو الطواف. نعم.